مثلا في البلدان اللي تكثر فيها لكن ما شاء الله عندهم 12 عندهم بيئه معقده لانه عندهم راس مال بشري استطاع انه يكيف نفسه ويعيش في مختلف الاحوال والظروف. قدم يصنعوا بيوت قالت تحرك تمغمط مع اي زلزال يحصل واي يعني حتى ثورات مكانيه معايتهم. المعوقه الثانيه نقص المعلومات الفرار ايضا من ضمن معوقات شده التخطيط يعني تقوم بعمل تخطيط تحت اهداف. احنا قلنا لو بدون يقول تعرف بيانات معلومات عن البيئه الداخليه والخارجيه لما ما يكونش عندك بيانات معلومات واضحه عن المنافسين ولا عن منتجاتهم ولا عن اسعارهم ما عندك معرفه عن العملاء القدره الشرائيه للعملاء اذواقهم واضح يعني مواصفات المنتج التي المنتجات التي يرغبون فيها ايضا مشكله عندك. ها دكتور لو جينا الفقره الاولى شوف مثلا القانون الاستثماري داخل دبي والامارات افضل من السعوديه البيئة نفسها يعني في الإمارات منفتح أسهل بس في السعودية معقدة والأكثر سهولة من ذلك في أمريكا. هذا اللي يحارب العالم واللي يتبرع العالم تلاحظ هناك البيئة الاستثمارية بذلك أغلب أصحاب رؤوس الأموال ما حتى عندنا في اليمن حتى عندنا فيها دائما في أمريكا ما يخرج سبيل عندنا يا بني عمارة وخليها مهجورة وفاضية ورحلة فيفعل لك مشروع أقول لك بلد ما تطلع من جنبي ما تناسب ويروح هناك يستثمر والأمور ماشية هذا مشكلة. ها طبعا في السبب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية قوانينها الخاصة تبدا من الولايات الاستثمارية. الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب السياسي استقر لكن هنا في تنافس من كل ولاية لولاية أخرى للأحسن تنافس للأحسن مش تنافس لذلك حصل التشجيع بشكل ايش كبير من ولاية إلى ولاية حتى التهديد الآن الروسي اللي يقول له ايش إن أنا أستطيع الآن أنا ايش إن أنا آخذ ولاية من ولاية روسيا يقول ايش إنه يقدر ياخذ على بيتن ولاية يعني اقتصادي مش جانب سياسي. لكن أقول بالنسبة لأمريكا يعني صراحة مثلا أقول قادرة تحبكها بكل بلد تنفسها هنا وهناك واضح حتى في الصين الآن الصين هذا مقام الغرب بتايوان لا شوف أستغرب أقول ما تم عزاز ما البشرية نفسها أمريكا 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 قوانين أفضل من الصين في تايوان يعني إذا أمنا المجال القوة أمامهم هبطت في تايوان هربتها قانون ملك الشرع وصلنا مرحلة طبيعية على مستوى الان التجنيس ما بشوف الدولة تجنس في العالم خاصة الولايات العربية الإسلامية زي أمريكا خلينا نتعاطف كل واحد لأنه مع قريب هنا ولا مع مستوى واحد من هنا قاعد حامل أمريكا احنا احنا قاعد تعال شوف البلدان العربية الإسلامية الآن كيف تشتغل في أي بلد من البلدان العربية ودول الجنسية أحيانا 10 سنين ما كل حاجة وعندك استثمارات كبيرة أحيانا قد يصادروها ولا يأمموها يقول لك مش معقول تقبل بهذا المستوى ها؟ طبعا الولايات المتحده الامريكيه ليس هي اساس الولايات المتحده الامريكيه ولكن المؤسسه الاسرائيليه هو الذي يشتغل فيها بشكل اغلب طبعا المسافرين على الفضل الولايات المتحده الامريكيه هم اليهود فلذلك وجود قاعده بيانات معلومات متكامله على العالم كله هذا الذي خلوه اساسا يختار سفر لكن في جزئيه من ذلك انهار الاتحاد السوفيتي بسبب من الولايات المتحده الامريكيه والذي العمل لكن عندما جاء ايضا الرئيس الروسي الحالي بدا ايضا يكفي بيانات معلومات حقيقيه هذه الولايات المتحده الامريكيه بدا يتغير عن السوق العالمي لدرجه الان العالم يتجه حول بين القطبين كما كان سابقا. طيب ننتقل الى النقطه اللي بعدها اللي هي مقاومه التغيير هذا احد مقومه احد معوقات التخطيط مقاومه التغيير ايش معنى مقاومه التغيير؟ من الشجن من يقولوا ما شجن طوال؟ الموظفين اذا هم لما ما يكونش مهيئين للتغيير يرفضوا يقاوموا يقول لك لا خاصه اذا التغيير يقتضي ادخال مهارات جديده مثل اخر يقول لك على روح حقك انا على تمام واموري ماشيه في وظيفه والراتب ماشي وماشيه معناها هذا امر الامر الاخر احيانا قد يعني ادخال بعض التحسينات والتطويرات داخل منظمه سواء تكنولوجيه او تقنيه معينه قد يؤدي الى استغناء عن بعض الافراد العاملين وبالتالي يقاوموا يقول لك لا ماشي الامور ماشيه ولا يحقق ارباح ما لم يكن في تهيئه مسبقه للافراد العاملين يوضح ايش الفائده التي ستترتب على المنظمه بشكل عام والموظفين بشكل خاص من خلال هذا التطوير. احد التغيير المهم في اطار الكارير نفسه هو قبل هو في البدايه بعدها اخذ اعمال من
أكيد أكيد. طب إدخال أي نوع من أنواع التغيير لا بد تهيئة مسبقة لأفراد العالم. إنه بيحصل مقاومة حتى لو كان في فائدة وما يتأثر لك خلاص النسخة الألف على وضع معين في العمل. إيش هذا الدور دخل هذا العمل ما نحتاجه. شو إحنا نحقق أرباح. عمل نتائج الأداء طيبة. واضح إذا لابد منظمة اللي تطبيقات معينة أو سحلة يعني تكنولوجيا أو حتى ما يتعلق تصميم العمل أو تغيير يعني إجراء العمل لابد هي أفراد العمل توضح المزايا والمنافع اللي سيستفيد منها الموظفين ويستفيد منها ماذا؟ المنظمة. عدم ماذا؟ الواقعية. احنا قلنا من خصائص التخطيط الجيد الواقعية هذا العكس لما يكون فيه عدم التنسيق بين المشروعات الإدارية المختلفة. سواء على المستوى على تعلم مستوى المشاريع اللي تضفر ماذا داخل كل إدارة أو داخل كل وجود ماذا القيود وجود قيود معينة قد تكون قيود مالية ما فيش توفر أموال مالية معينة قد تكون قيود فيما يتعلق بكفاءة الموارد البشرية ما أحبش أنا أشرف عملية التخطيط فذا ما عنديش كفاءة قد تكون في قوة تجارية خارجية الوقت هو التكلفة حين لا توفرش الوقت المناسب أو إنه تكاليف التخطيط أحيانًا تكون أكثر من الفوائد المترتبة على نتائج التخطيط. فإنما تكون كلفة أكبر خلاص ما أحتاج. أنا مثلاً واضح أخطط موضوع معين أو هدف معين وهكذا. بقيس بقارن بين المنافع والكلفة المترتبة على تحقيق هذا الهدف. إذا بدنا كلفة أكثر إذا تجي إلى اتجاه آخر أو بديل آخر وهكذا. يعني إضافة ربما الكلفة هنا في أحيان تجد الخطط مكلفة يعني أحيان تجد تقول لك مثلا بناء مدن بناء كذا تحصل أحيانا تكلفة التخطيط كبيرة هذا هي هذه مثلا نقول لا بشوف تكلفة التخطيط لا مش هذه لا تخطيط ما يترتب على نتائج التخطيط تحقيق الأهداف لما تكون أكبر من المزايا أو من المنافع اللي بنحققها اما في كل فرد تخطيط لكن في معي مزايا فاهم انا التخطيط بس هو العائد ها هو العائد على التخطيط ايوه العائد اكثر حتى لو تفصل القائمة عمل التخطيط بس مش مشكله لان انت في معك عائد اكثر واكثر خلاص طيب يا اخوان نقوم بهذا المحاضره